السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيان، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. اليوم البنات فيديو جديد، فيديو مغاير، ما نمشيوش على ديك الوساده راه كنتو مركه. المهم اليوم هذا الفيديو نتاع علاء الدين وامير، من تقريبا هذه سيمانه هما شادين ليا، هما نديروا تحدي، نديروا تحدي. هما كيتفرجوا بزاف هما ديك القنوات نتاع الاطفال ولا اللي هكا 14 15 وكيديروا التحديات. فانا قلت لهم، كيقول لي لا ماما نديروا مقلب، ندير مقلب في امين كب عليه الماء. لا كنقول له لا ممنوع، انت باقي صغير لهذا الشيء. فقال لي غندير ماما تحدي هذا النهار اليوم صبح لاصق هني ما قاريش لاصق يا ماما، ندير تحدي، ندير تحدي. قلت له اش غدير؟ قال لك نديروا كرواسو، ندير تحدي انا وامير. قلت له امير صغير. قال له امير انا قابل التحدي. مهم هذا الفيديو تاع امير وعلاء، وشوفوا التحدي شكون اللي غادي يربح. وهي البنات هما جابوا كرواسو وقدوا غير على خمسة خمسة. انا قلت لهم شوفوا التحدي راه ممنوع فيها الحليب ولا اتاي، فمع صغار قلت لهم يلا صافي غادي ندير لكم الحليب واتاي. يلا قولوا السلام عليكم. السلام عليكم اصدقائي. السلام عليكم اصدقائي. برافو. يلا شنو غديروا دابا؟ غنديروا مع الكاميرا، غنديروا مع الكاميرا التحدي. شنو غادي دير عامر؟ غادي شكون غادي ياكل الكرواسون الاول؟ انا يلا يلا بداو بسم الله. غنعطيكم حليب انا سخنته، يلا كلوا شويه. شحال عندكم ديال الوقت؟ عندكم جوج تاع الدقائق، يلا كلوا. معليش معليش نظف، غنكحز لك الطبله. يلا يلا نشوفوا شكون غادي يغلف في التحدي. مجهد انت علاء الدين ما شاء الله. يا ماما امير راح حظي علاء الدين. يلا انا نقعد هنا حظيت. كمل باقي لك شكون يكملهم كامل؟ انتم قلتوا هكا اقح، هذوك شكون يكملهم الاول؟ يلا عندكم جوج دقائق، اللي يكمل اكبر عدد هو الرابح. انا ما كتقدش. ما كتقدش ولا كلي حد جوج دقائق صافي، يعني غادي يغلبك علاء؟ لا. شكون غادي يغلب؟ انا. لا. شكون غادي يغلب امير؟ انا عندي تحدي، انا ما ناكلش كرواسو بزاف. امير يبوسها. خليه يدير لها كيما بغا، هو راه باغي يربح التحدي على حساب الرسم، باش يرجعوا يجيبوه الورق نتاع الرسم. يا المشاهدين واش غادي نقول لكم، راه تبارك الله عزيز عليه الرسم بزاف بزاف بزاف. كياكل ثلاثه نتاع القابسات، جوج قابسات في السيمانه، وراه قلت له ممنوع، وراه درنا التحدي وقال لي ولا ربحت جيبي لي ثاني قابسه اخرى ملونه وقابسه بيضاء. هادشي علاش راه هو ودخل لها التحدي على الورق تاع الرسم. انتي لا امير. امير علاء راه لاعب بالنيه زعما، ما فيهاش شي حاجه ولا هادي. صافي فاتت جوج دقائق، فاتت جوج دقائق. حبسوا حبس نشوف. انت كليت غير وحده؟ الو لا كلا غير وحده، كانوا خمسه وانت كليت جوج. شكون رابح؟ انا. اقول الحقيقة. كليت شبكتي. يلا خويا اللي فمك وعدنا هضرة، شرب عليه الحليب ونهضرة. لا انا. شرب الحليب ونهضرة. اش على شحال كلا؟ كمل هادي. واه. خلى هادي. كلا زوج، وانت شحال كليت؟ كليتي غير وحدة. خليت وحدة. خليت ربعة، يعني هو كلا زوج وخلى ثلاثة. واه. وأنت كليت وحدة وخليت ربعة. شكون؟ واه هي وحدة. وشكون اللي كلا؟ أنا.
نشوف علاء جا المرتبة الأولى هو دي الدفا دي الملوانات الأوراق تاع الملوانات وانت واش تدي؟ دي شنو؟ دي وانت كنت باغي غير دور على لا موطو أما شنو بغيت؟ وانت كنت قبيلة باغي لا موطو دور مع باباك أما شنو بغيت؟ أتغسل ما عندي لا ما تغسلش ما تغسلش ما تغسلش المهم البنات صافي غنشوف لك انت شي كادو المهم علاء هو الاول وعلاء علاش دخل كاع على هذه اللعبه غير على الاوراق الملونه وامير جا كلا غير وحده وكيقول لك لا راني كليت 10 انت خلي طربعه المهم المهم كاع رابحين كاع رابحين هما كيتعلموا تحدي ولصقني لصقني قلت له صافي نعطيك انت يا سيدي دير هذا النهار التحدي ديالي المهم علاء صافي غادي يربح الورق غادي يجي وراه الورق وامير مازال ما عرفش شنو باغي انا اللي يربح انا اللي يربح انا اللي جوج جوج رابحين واحد مرتبه واحد المرتبه الاولى وواحد المرتبه الثانيه والله الا زوينين هاد التحديات وشو هما صغار وما كيطمع في شي حوايج اخرين بزاف 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 المهم غدا ان شاء الله الاثنين وعادي يجيوها الورق صافي غادي مشاو عند باباهم باباهم كان يطيح مع السير مشاو يقول لها انا ربحت صافي خصو دوك يقرقيو على الاوراق صافي هادي هي المهم غادي نمشي انا ندير قهوتي وراكو معايا وهي في الحقيقه انا اللي ربحتهم كاع في التحدي جاتني الحلوات المفضله ديالي ديال الشوكولات صافي عدلت القهوه وصافي تعرفوا راهنا نتفرجوا داك الفيديو متنا بالضحك متنا بالضحك صافي البنات انا غادي انا اللي ربحت التحدي لا والله لا انا اللي رابحه المهم جاب لي حلوتي الله يخلف عليه وكثر خيره جاب لي حلوتي المفضله صافي غادي ندير هاد القهوه وهنا غادي نسد هاد الفيديو حتى الفيديو الجديد انت الفائز قول لهم انا الفائز انا الفائز برافو انا يلا البنات نخليكم حتى الفيديو الجديد ان شاء الله.